عطيني وحضرها لي سميتو ديال باك دار باك ولا عطيني سميتو عاد وانت الدوله ضامنك اسيدي راه عاطا عندك ضمانه لهذا الابنك حتى هي خصها تسير هاد التحول وتعاون سميتو ديال الاقتصاد المغربي خصوصا الشباب كما قلت يعني الشباب شباب مبدعين غادي عندهم مشاريع خصنا نواكبهم وخصنا ندعمهم في مشاريعهم وتكون الابنك كتستجب لديك الشيء اللي كيقول وراه سيدنا راه دار انطلاقه. اولا كنهني السي احمد طلال على هذا المعهد هذا كتبان الاحترافيه ديال هذه البنت هذه عندها مستقبل كبير الطلبه كلهم باينين راه قلت له واش بغيت نحضر معهم تخرج هذا الفوج هذا كيبان باننا عندنا الخلاف ديال فيما يخص الصحفيات والصحفيين اللي كيتخرجوا من هذا المعهد وكنهنيهم ثاني حوار بحال دايره معايا حوار بحال صحفيه محترفه في شي قناه من القنوات العموميه ديال البلاد. المهم هذا الموضوع هذا راه مهم الكل كيعرف موضوع الساعه هو الماء المشاكل اللي كتعرفها البلاد مع هذا الجفاف اللي عرفتها في السنوات الاخيره كاين حلول راه الحكومه خدامه اليوم وحنا في مجلس مدينه راه حنا كنتاخذوا تدابير وخصنا نحثوا المغاربه وخصوصا البيضاويين باش يبدلوا السلوكات ويغيروا السلوكات ديالهم حيت هذه هي المهمه اللي خصنا نشوفها. معلوم سد المسيره راه كان غادي يتسد هذه الامطار الاخيره شويه 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 عليها ما تسدش ولكن في الاخير كان غادي يتسد سد المسيره حيت سد المسيره ما بقى فيها غير ديك الغيص لهذا راه قلتها في الحوار مع الاستاذه ولا الصحفيه المقتدره الشابه قلت باننا راه سد المسيره ما بقاش كيعطينا ديك 2600 متر مكعب اللي كنا كناخذوا يوميا منه ولات كتجي من الرباط 2200 والشيء الاخر كيجي من سد المسيره لهذا خصنا نوعاو بالخطوره اللي كنعرفوها في هذا الاطار هذا وفي نظره المياه وفي هذا الجفاف اللي كتعرفوا خصنا نحافظوا على ما تبقى لنا من هذا المخزون ديال الماء الصالح للشرب باش ما نبقاوش نقطعوا الماء على الناس. مزيد من المعلومات ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.